ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعا؟ يقول التفت إلي قال يا سيد قطعتني ياط قلبي، لا تقل طحنت بل قل رضت رفقا بي يا سيد. قال لا وإنما أقول طحنت. كم متوسط وزن الخيل الواحدة؟ 400 كيلو، والنصوص تتحدث عن 10 من خيول الأعوجية. هذا معناه أن 4000 كيلو تواردت على صدر الحسين. ولذلك بعض أرباب المقاتل يصر لا يقول كسرت بل يقول طحنت جناجن صدر الحسين. وما أقوله الآن ما وجدته في رواية، إنما أنا أتصور 10 خيول كل خيل منعلة بالحديد. إذا انحدرت الخيل الأولى صعدت الخيل الثانية. أنا أظن أن الأعوجية ما تركت جسد الحسين وما غادرت جسد المولى إلا وقد علق شيء من جلد جسد الحسين في حوافرها. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوع؟ مصيبة يا صاحب الزمان، والمصيبة الأخرى التفت إليه السيد قال ورضيعه بدم الوريد مخضب، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة. كأني بزينب في ليلة 11 ترى الرضيع موسدا على صدر أبيه الحسين، وكلما أرادت الاقتراب لاحقها جنود بني أمية لوعوها بالسيار. اتقل أبو علي لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا مأخوذة يا حسين قوة، والله شوف الشمر ايش سوى يا زينب. قالت ابو علي صوت علمتني تلوى. ثم التفتت الى ابي الفضل العباس، اتقل عباس يا ابو فاضل يا غالي يا غالي، سلم على الزهرة بدالي وقلها يا بنت خير الموالي تا
تركنا الوديعة بغير. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله.